ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل فقرات برنامجنا، برنامج أول بداية على قناتنا المفضلة قناة الصحة والجمال، فقرة تفسير الأحلام. لذلك يسعدنا أن يكون معانا النهاردة مفسرة الأحلام الأستاذة جيهان عكاشة، واللي هتكلمنا النهاردة عن مفاتيح الفرج وفك القوى القرب في المنام. صباح الخير يا أستاذة جيهان. صباح النور يا أستاذ سليم، أهلا وسهلا بحضرتك. مهما تكلمنا عن علم تفسير الأحلام مش هنقدر نوصل لكل خفاياه وأسرار، بس هنحاول نوصل معاه كل يوم لمعلومات بسيطة ومفيدة نقدر نستفيد منها النهاردة في حياتنا اليومية. عشان كده معانا ومعاكم النهاردة مفسرة الأحلام الأستاذة جيهان عكاشة، هتكلمنا النهاردة عن مفاتيح فك القرب في المنام. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أهم رموز الفرج في المنام هي رؤية المسجد الحرام، لأنه من دخله كان آمنا. رؤية غسل الثياب المتسخة في المنام، ده برضو من علامات الفرج. رؤية يعني رؤية فك من علامات فك الكرب في المنام. أيضا رؤية الوضوء في المنام، رؤية غسل الثياب المتسخة، رؤية قراءة سورة ياسين، لأن ياسين لما قرأت له. وفي رموز تانية برضو كتير ممكن أحاول أقولها لكم. إيه تاني؟ رؤية السفينة ورؤية أكل المانجو في المنام، كلها رموز بتدل على الفرج في المنام، فك القرب وفك القرب. أيه. رؤية المفاتيح، كسرة المفاتيح. أيه. بتدل على الفرج في المنام. يعني كل يعني طب حد بيسأل على رؤية الخيل في المنام. على رؤية الخيل. الخيل الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير من أجمل الرؤية التي تدل على العز والبهاء، ويعني وايام خير كلها قادمه وايام عز وثراء ايا كان. أيه. لون الخيل. ايا كان لون انا مثلا الالوان والحيوانات في نواصيها الخير الى يوم القيامه كلها خير باذن الله. بس عشان خاطر بالنسبه للحيوانات بالذات في ناس يقول لك انا حلمت بكلب اسود وحلمت مش عارف لا ايه، يعني في الالوان نفسها بتفرق في لا الكلاب حاجه ثانيه، لكن الخيل كلها خير، خير وفتره من العز والبهاء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في نواصيها الخير الى يوم القيامه. طب ازاي اعرف ان ده حلم او كابوس؟ ازاي اعرف ان ده حلم او كابوس؟ او مثلا لو حاجه حلم او رؤيه تقصدي؟ حلم اللي هو الفرق بين الحلم والرؤيه. الحلم والرؤيه. الحلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث، حلم من الشيطان، رؤيا من الملائكه، من الله وملائكته، وحديث نفس وما يهم المرء، وما حديث نفس وما يهم المرء. فالرؤيه الصالحه دي بتبقى من الله وملائكته. ايوه. حضرتك سؤالك ازاي افرق بينهم؟ لا انا مثلا لو حلم وحش اقدر اعرف ازاي ان ده حلم وحش؟ ممكن مثلا اشوف ايه في المنام؟ هي الرؤيه عموما حلم وحش هي بتجيلك برموز معينه، رموز سلبيه زي ايه مثلا؟ مثلا ايه؟ كلب اسود في المنام، قطه سودا في المنام. في حد سال برضه عن الاسود ويقول ان الحلم على طول بيحلم بالاسد بيهاجمه مثلا او كده، لسه حد برضه سالنا الوقت في ده شخص عدو مفترس، عدو شخص في حياته عدو مفترس، يعني بيتقرب ليه بس هو مفترس وشرس وقوي، يعني ده حد عدو. دي رؤيه تحذيريه. تمام. تمام. طيب انا ممكن يعني انا ممكن ايه الفرق برضو بين يعني الكابوس وان مثلا في ناس تقول ان انا شفت الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام؟ تمام. هل الحاجات دي برضو عايزين بس تفسير توضيحي؟ من اجمل الرؤيا رؤيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، لانها بتبشر باستجابه الدعاء وحسن مكانه وحسن مكانه، وانك تشتغل بقى، تشتغل على نفسك شويه. يعني رؤيا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ايه؟ انك انت بقى تعمل، يعني اتك على نفسي بقى شويه في العبادات. اتك على نفسي عشان انال المنزله دي. وبالمناسبه يعني لا يراها الا الصالحون. تمام. معانا اتصال، ناخد اتصال. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذه هاجر؟ اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم، الاستاذه جان مع حضرتك. الو. اتفضلي يا فندم، الاستاذه جان مع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ازيك يا استاذه؟ اتفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا. انا متابعة حضرتك على الصفحه بتاعتك. اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يجازيك خير يا رب، دايما بتفسري لي احلامي وكلها ما شاء الله بتتحقق. ربنا يكرمك يا حبيبتي، الله يخليكي. لو سمحتي انا كنت عايزه اسالك عن الحذاء الاخضر في المنام. الحذاء الاخضر في المنام هو لابساه؟ لبسته. ما شاء الله. هو ارتباط من زوج صالح تقي يخاف الله. شكرا استاذه هاجر. الاستاذه جيهان ردت على حضرتك.
يعني الحذاء الاخضر راجل زوج تقي يخاف الله. ممكن لو هي متزوجه يبقى ايه تاني؟ لو هي متزوجه بقى هو الحذاء عموما بتمثل بزوج، بس ممكن يبقى فرصه بقى، حاجه هي بتتمناها حاجه خير هتتحقق يعني. لها واللون الاخضر ده بيبقى لون الخير يعني. هو عموما يعني الحذاء مرتبط بالرجاله ولا ده ولا حاله نادره ولا ايه؟ عشان بس انا فاهم. ايوه الحذاء للعزباء رجل. الحذاء للعزباء للعزباء رجل. رجل. طب والمتزوجه يبقى لها ايه؟ برضه هو راجل بس ايه لا ممكن بقى ممكن تشوفه مقطوع قديم يبقى رجل بيتسبب لها في المشاكل او بيتسبب لها في الاحزان. ممكن تشوفه اسود يعني الحذاء الاسود ده احيانا بيبقى حزن واحيانا بيكون يعني سؤود يعني زوج ذو منصب ومكانه. يعني عموما الحذاء في الحلم راجل رجل. طب ليه كده؟ الاخضر التشبيهات دي الحذاء الاخضر هو عموما ما بيكون لا عموما الاخضر يعني سواء بقى الحذاء شامل كل حاجه بقى جزمه شبشب اي كان يعني هو راجل وخلاص. طب ايه ده ايه دلاله ان اشوف كابوس بشكل مستمر؟ الكابوس دوت ليها ثلاث اسباب. اولا بيكون توتر وقلق نفسي دي رقم واحد يعني حاجه تبع النفسيه يعني. ثانيا امتلاء البطن يعني واحد مثلا ايه امتلاء البطن والمعده نمت وانا مثلا واكله جامد قوي فاشوف كابوس. ثالث حاجه اللي هي بتبقى تقصير في العبادات. لا انا قصدي الكابوس بشوفه بشكل مستمر يعني يومي ممكن يومي فترة. ما انا بقول لك بعد بس بيكرر على طول نفس الكابوس تقصير في العبادات. بيكون تقصير وبعد عن ربنا في العبادات والانسان محتاج ان هو ينام على طهاره ويقرا الرقيه الشرعيه والاذكار قبل النوم وان شاء الله مش هيشوفه تاني لو عمل الحاجات دي ونام على طهاره. أيوة. طب هلا لو نمت حضرتك وشفت خير في المنام يعني شفت في الحلم ان ده خير تمام وهل هو فعلا هشوف على الطبيعه خير ولا الحاجه في الحلم بتبقى عكس اللي هيحصل في الواقع؟ على حسب الحلم. الخير يعني مثلا ايه في رؤيه يعني الشخص العادي بنسمع ان انت مت في الحلم لا ده انت هتعيش كتير انت مش عارف ايه في الحلم لا ده هيجرى لك كذا. الموت احيانا الموت احيانا بيؤول ساعات بيؤول بزواج يعني دي حاجه جديده ما حدش اتصورها يعني ممكن فتاه عزباء تحلم ان هي ماتت دي بيبقى انتقال حالها من حال لحال وزواج ليها وكذلك الرجل لو حلم ان هو مات في المنام ده بيكون برضه زواج ليه يعني على حسب الرؤيه. يعني مش شرط ان لو حلمت بخير يبقى خير ولو حلمت بشر يبقى شر. لا ساعات ممكن يبقى العكس. الحلم عكس الواقع. الفرح في المنام بيبقى حزن والحزن يعني بيبقى فرح. العكس بس مش دايما. مش دايما مش على طول. مش دايما زي اللبسه فستان ابيض ومش عارف ايه بقى. لا الفستان كمان زوج يعني انا اسمع مثلا في ناس يقولوا ان الخضره في المنام حلوه قوي. ايوه لما يجي لي خضره او انا قاعده في مكان فيه خضره ارزاق داخل في أرض عليكي مثلاً ارزاق خضراء ارزاق كتيره داخل عليكي ما شاء الله وعيشه مستقره وحياه سعيده. يعني انا مثلا حلمت ان انا ماشيه في مكان وكل ما انا ماشيه الاقي فلوس فضه. ده مش كويس. فلوس فضه اللي هي كويس. ده انا حلمه من فتره كبيره يعني فلوس اللي هي الفضه مش ورق. انت متزوجه؟ انا متزوجه. طب كويس. ده الكلام ده من الكلام ده من قبل ما اتجوزه قبل ما نتجوز ربنا يفتح عليكم تاخدوا كارد خير ان شاء الله. بس هي عموما الكوينز الفضه للمتزوجه او للمرتبطه بيبقى انفضاض امر ليها او ضياع امنيه منها. طب انا بحلم انا على فكره بحلم بحد كل ما بقابله بالحلم يعني معلش بالكلمه بشتمه والله فعلا يوميا على كده على فكره والله فعلا بقالي اسبوع على كده اقول لك كل ما بشوفه في الحلم بشتمه مش عارف يعني. طب الشخص يعني ده خناقه خناقه مش في مشاكل بينك وبينه في الواقع كتير يا نهار عشان كده ربنا دي من رحمه ربنا بينا ده بقى عشان في العقل لا ربنا لازم يدينا بيها حاجه ننفس بيها عن نفسنا نخرج اللي جوانا عشان الانسان يرتاح يعني ايه انت تنفس طاقتك يعني انت مثلا لو متخانقه مع حد او كده تلاقي نفسك في المنام مثلا مسكتيها ضربتيها علقه او يعني خدتي حقك في المنام لحد ما ايه ربنا يسلك صدرك كده. ايوه فده بيبقى معنا اتصال هناخده. صباح الخير يا فندم. استاذ كريم تمام. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اتفضل يا استاذ كريم. الاستاذ هشام مع حضرتك. تمام اتفضل قول. كان في واحده مراتي كانت بتحلم بالتعبين على طول جاي عليها. تمام تمام كمل خلاص كده تمام. اتوطى شويه بس التلفزيون لو سمحت عشان نسمعك بس. هو عموما بتحلم بتعابين عم نشوف بقيه الحلم. بتشوفها في غرفه النوم؟ طيب
بتشوفها في غرفة النوم ولا في المطبخ ولا في الصالة ولا بتشوف التعابين فين؟ لا هي هي وحي يا ريتي هي في تعابين كده كتير جاي عليها. طيب هي التعابين عموما متاعب في الصالة، يعني قاعدة في الصالة وفي تعابين كتير كده جاي عليها. تمام. في أي حاجة تانية يا أستاذ كريم؟ لا اتفضل مع حضرتك. شكرا يا أستاذ كريم. هي التعابين عموما متاعب داخل عليها وكونها شافتها في الصاله متاعب من الاهل والاقارب والمعارف دايما لانها في الصاله في غرفه الضيوف متاعب جاي لها من بره داخل عليها من بره جاي عليها من الناس دايما اهلنا زمان كانوا يقولوا لنا ان التعابين في الحلم عدو مش دايما في بتختلف ساعات بتيجي على هيئه مراه لو الرجل شافها على سرير او انت شفتيها على سريرك وساعات بتيجي على هيئه متاعب وساعات بتيجي على هيئه متاعب ماديه وساعات بتيجي على هيئه متاعب من الاهل والاقارب زي رؤيا الاخ الزكريا يعني على اختلاف المكان يعني حتى لما جيت حضور التعابين في لا يعني هي تتفسر احيانا كانها مراه التعبان يؤول احيانا مراه ويؤول احيانا ان هو يعني ايه يؤول احيانا ان هو متاعب لو في المطبخ بيبقى متاعب ماديه لو في الصاله بيبقى من الاقارب والاهل لو في غرفه النوم متاعب بيني وبين الزوج او مشاكل بينه وبين الزوج طب مثلا يعني اول مراه والحذاء رب بس انا عشان طب مثلا يا استاذ جيان بعد اذنك انا مثلا لو حابه مثلا يعني مثلا لما بنت بيجي لها عريس يقولوا لها صلي صلاه استخاره ايوه تعرف منين ان في صلاه الاستخاره لما تنام ان اللي جاي لها ده خير على حسب الرؤيه على حسب رؤيه هي بتشوف فستان ممكن تشوف رؤيه مثلا ايه لابسه فستان جميل جدا ده بيكون ذو كويس زي ما الاخت ذكرت دلوقتي حذاء اخضر ده بيبقى يجي لها رؤيه زي دي ان هو مثلا ايه رجل صالح ممكن يجي لها تاني ان هو مثلا ايه شافت فستان اخضر او فستان ابيض ده برده اللون الابيض واللون الاخضر في المنام ده رجل صالح لكن برده وبرده ممكن تكون الرؤيه سلبيه تشوف الفستان قديم او الحذاء قديم بيكون زوج يعني ايه غير كفاءة او زوج ربنا بيحذرها منه ان هي بلاش ترتبط بيه بس مش شرط ان انا اشوف حاجه في المنام لصلاه استخاره مش شرط ان انا اشوف لا مش شرط هي بتقوم من النوم تحس ان ربنا يعني ايه براحه نفسيه وانت يعني ايه بتسلم امرك لله يعني ايه لو الموضوع مشي بيبقى ده توفيق من ربنا لو فشل مش شرط ان انا احلم لا مش شرط انك تشوفي رؤية بس ممكن بقى انت ايه يعني مع بعض مثلا قراءه سوره قل هو الله احد اكثر من 20 مره بيجي لك رؤيه لو انت يعني ايه ودعيتي الله ولحيتي عليه في الدعاء يعني قبل ما انام اقرا قل هو الله احد بتلاقي رؤيه تجي لك وتشوفي حلم باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله طب ايه في علامات ثانيه حضرتك كنت قلت عليها لموضوع مفاتيح الفرج وفك القرب في المنام ايوه مفاتيح الفرج في المنام عندنا اول حاجه رؤيه المسجد الحرام من دخله كان امنا احنا قلنا الحاجات دي انا قلتها لحضرتك بس قلت في علامات ثانيه ايوه في حاجات تانية رؤيه الثياب غسل الثياب المتسخ رؤيه اكل المانجو اكل المانجو برده جميل جدا رؤيه ركوب السفينه اكيد جميل في الواقع وفي الحلم وفي الحلم في الحلم نجاه في المانجا نجاه اكيد في الحلم ورؤيه برده ركوب البقره ركوب البقره في المنام ده برده بيدل على الفرج رؤيه الوضوء الوضوء في المنام الاتصال ده حضرتك سريعا صباح الخير يا فندم صباح النور يا فندم صباح الخير يا استاذ سيف اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل استاذ جمع حضرتك اتفضل يا فندم اهلا وسهلا صباح النور يا فندم اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم اتفضل اتفضل يا فندم السؤال اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل سيف مع حضرتك اهلا وسهلا طب ماشي اتفضل يا فندم قول لنا الحلم سريعا لو سمحت لو سمحت كنت على طول معتاد بحلم ان انا بزور النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ده بس كده يا فندم عايز اعرف يعني ايه الرؤيه من كده او ايه ماشي يا فندم شكرا يا فندم شكرا اتفضل يا فندم وعلى طول بيشوف ان هو رايح يزور الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ده بيبقى يعني فك كرب واستجابه دعاء وارزاق في المستقبل ودنيا مقبله عليه وانك تجتهد بقى في العبادات تصلي وتصوم وتعبد ربنا كده عشان تتقرب وتوصل ل يعني ايه منال الصالحين ان شاء الله وتكون مع النبي عليه الصلاه والسلام واصل رؤيا النبي لا يراها الا الصالحون طب ايه حضرتك ايه معظم الاحلام اللي مثلا بيبقى فيها صعوبه في تفسيرها او يعني هل ده علم مثلا علم تفسير الاحلام ده علم له كتب وبقرا له ايوه ده ولا اجتهاد ولا اجتهادات شخصيه ولا لا علم تفسير الاحلام الثوابت فيه ثابته
وله علاقه بعلم الابراج ولا ما ولا لا ده علم الابراج امور ثابته يعني. لا علم الابراج انا ماليش فيه، بس لا انا يعني له علاقه لتفسير الحلم مثلا، ممكن استعين بانت برج ايه مش عارف ايه كلام من ده. لا لا ده في ناس بيعملوها بس دي مش بتاعتي انا، بالقران كده والسنه ان شاء الله. علم السؤال بتاع حضرتك هو ايه؟ العلم علم تفسير الاحلام، هل هو علم فعلا مكتوب ولا اجتهادات شخصيه؟ ايوه علم علم مكتوب يعني، رموز ثابته وقياس يعني ايه مقاييس ثابته حضرتك درسيه بس ما بتتغيرش مع الزمن يعني، مثلا ما جيش مفسر يقول لك الحصان بعد الاحداث بتتغير مع الزمن، بعد الاحداث ممكن تتغير مع الزمن يعني. في كتاب ابن سيرين كان مثلا ذكر في الرؤيه مثلا ايه الرؤيه التفاحه في المنام، التفاح عموما ارزاق، لو كان اخضر بيبقى ارزاق ارزاق وصحه وارزاق وصحه، لكن لو كان ولو كان احمر لو اقتربت من الرجل بتبقى نساء. تمام. فهي بتختلف بقى باختلاف الزمان يعني، الحاجات بقى اللي هي ايه اللي الانسان اللي بتصنع دلوقتي زي العربيه مثلا يعني، طبعا كل السيارة الحاجات اللي اساسا ما كانتش موجوده مذكوره في كتاب ابن سيرين في الاسماء هي دي بقى اللي هي دي بقى المستجدات اللي داخله على علم تفسير الاحلام. حضرتك قلت لنا مثلا لما نشوف حلم حلو ايه اللي ممكن نشوفه، طب لما يكون حلم وحش يعني مثلا في ناس بيقولوا ان ممكن السمك، ما اعرفش دي حقيقه ولا لا، السمك الني. لما نشوف السمك ني في الحلم ده حاجه مش كويسه، لما نشوف مثلا النمل، في حاجات كتيره ناس بس ما نعرفش بقى، والتعابين الحاجات دي حضرتك جاوبت عليه. لا السمك ازاي اعرف ان الحلم ده مش حلو؟ لا السمك في الحلم جميل جدا، السمك في الحلم ارزاق وخير يعني مش حقيقه اللي بنسمعناه يعني. لا النمل هو اللي مش كويس، النمل حسد، النمل حسد من المقربين. طب ايه برضو اللي ممكن اشوفه في الحلم يبان ان انا محسوده او كده؟ اللي تشوفيه تاني في الحلم باين ان انت محسوده، انك تشوفي مثلا ايه حواليك، في على جدار البيت في صراصير كتيره، ابروس، هم دايما فعلا يقولوا كده اما البيت يبقى فيه نمل كتير وكلام من ده يقول لك انتوا محسودين او البيت ده محسود عموما. الحشرات عموما بتبقى بتدل على الحسد. في الحقيقه كمان لو في نمل مالي البيت يبقى في حسد؟ لو في نمل كتير بيبقى حسد. يعني تتعوذي بقى بالله من شرها، تتعوذي بالله من شرها والرقيه الشرعيه وباذن الله تكفي شرها، تكفى شرها ان شاء الله. ايه حضرتك في تفسير احلام معين، في حلم معين قابلت فيه صعوبه مثلا في تفسيره، او كان حلم غريب على حضرتك مثلا اول مره تسمعيه؟ لا هو مش حلم غريب، هو واحده حلمت بيا انا زعلت عليها يعني، ايه هي واحده عندها 60 عام، فكانت ايه هي حلمت في المنام ان هي شايله زي حاجة فيها لبن، إناء فيه لبن، وشايفة البيت، هي مشي الطريق طويل والبيت خلاص قرب، البيت اللي قرب البيت هي شايفاه على مرمى البصر، واللبن اللي هي ماسكاه عمال يدلدق منها، عمال يقع منها، وخلاص يعني إيه قرب على النفاذ، على وشك الانتهاء، وهي خلاص قربت توصل البيت. طبعا البيت ده اللي هي شايفاه ده القبر بتاعها، وحياتها الطريق اللي هي مشيته ده حياتها. ايوه حياتها اللي هي خلاص اوشكت على النفاذ، هي عمرها كبير في السن. واللبن اللي عمال يتدلدق دي اعمالها الصالحه، عماله تذهب هباء. فانا سالتها انت بتعملي ايه في حياتك، او ايه يعني الحاجه اللي انت يعني بتعمليها بتذهب حسناتك هباء؟ فهي جاوبتني قالت لي ايه، انا ما بعملش حاجه، انا بصلي وملتزمه في العبادات وما فيش حاجه. قلت لها لا اكيد دوري مع نفسك. قالت لي ما فيش غير اني الغيبه والنميمه. لساني كتير كتير مع بناتي، عندي بنات وبنقعد انا وهم. قلت لها طب خلي بالك كل الاعمال الصالحه اللي هو اناء اللبن اللي انت شايفاه دوت، هو دوت اللي بيذهب اعمالك كلها هباء يعني. تحذير من ربنا ليها، رؤيه تحذيريه بقرب الاجل، وكمان يعني ذهاب الحسنات بتاعتك. الغيبه والنميمه عموما اصلا مرفوضه جدا من الدين يعني. بما انك قلتي لا عن الحذر في الاحلام، ممكن ايه تاني يجي لي برضو وافهم ان ده حذر من عند ربنا؟ رؤيه تحذيريه كتير يعني، لو حضرتك عندك رؤيه ممكن اقولها لك. مش متذكره دلوقتي. مش متذكره. طيب مش فاكره انا حلمت ايه امبارح. وطبعا الفقره ده اسعدتنا جدا حضرتك، بس انت عارفه ان الوقت طبعا سريعا. مش معناش من الكلام معاكي والله. طبعا انا سعيد جدا بضيوفي الاعزاء اللي شرفوني النهارده، الاستاذ احمد سماحه شاعر ذكرنس، والاستاذه جيهان عكاشه مفسره الاحلام. بس قبل ما اختم حابب اوجه تهنئتين بخصوص افراد عمل البرنامج معايا، الاستاذ احمد عزت بروديوسر البرنامج، الاستاذنا الجميل اللي بهنئه، يبقى توجه بالتهنئه ليه على زواج نجلته في ثالث ايام عيد الفطر المبارك. الف مبروك يا استاذ احمد، وربنا دايما يجعلها في سعاده دايما.
وفي نفس الوقت بحب برضو ان انا اتوجه بالتهنئه لصديقتي الاعلاميه الاستاذه عزه حسين بمناسبه عيد ميلادها النهارده. كل سنه وانت طيبه ومزيد من الصحه والسعاده. طيب يا رب. وبشكر ضيوف الاعزاء اللي شرفونا النهارده، وانتظرونا في حلقات قادمه من برنامج اول بدايه على قناه الصحه والجمال. دمتم امنين.